فكره ان انت اصلا من الزقازيق على ما تروح القاهره، فطبعا دي مسافه ومشوار، وانت هتعرف عرفت زي اي حد طبعا عشان تتحرك، خلاص ان انت اقارب يعني. هي اختي والدتي اخت احمد زكي من الام فقط مش من الام والاب، فعشان تروح انت تستلم جثمان فطبيعي ان انت تبقى اقارب درجه اولى، او يبقى معاك ريفرنس دوكيومنتد ان انت الراجل ده يقرب لك، فعشان تطلع ده وتتحرك بيه من الزقازيق للقاهره فطبعا ده هياخد وقت. استاذ اشرف راجل يعني احنا مقدرين جدا اللي هو عمله واللي عمله فوق راسنا، لكن في الحاجات الكريتيكال دي مفيش مشكله ان احنا كنا ممكن نستنى ساعتين او ثلاثه على ما اقاربه يوصلوا عادي، ما كانش هيعمل اي مشكله خالص نهائي يعني. خلاص كمان ان احنا زي ما فهمتك احنا اقارب مش درجه اولى، احنا اقارب درجه ثانيه، ومين بيدو اقارب درجه ثالثه، لان انا هو ابن عمتي ومن الام فقط مش من الام فقط، فعادي مفيش اي مشكله ان احنا كنا ممكن حتى نستنى ساعه نستنى ساعتين. احنا وصلنا لمشروع زين، هو كان لسه خارج من حوالي ساعه ونص، فالموضوع كله كان حوالي ساعه ونص.